تبرك علي بداية الفيديو، بس بداية لأنه كان سناب، فبداية الفيديو كان في زي خدعة سحرية واحد بيسوي لي هي، بس بعد كده حتكلم عن الموضوع. ف لا تنسى بعمل فرج فيديو، أبغى أعرف تعليقك وأنت إيش رأيك في الموضوع. طبعا لايك وسبسكرايب إذا عجبك الموضوع، وسوي شير لو أنت تبغى أحد يسمع. أريكم دحين خدعة سحرية بالكوتشينة، هذا واحد صاحبي أمريكي دائما أنا أعلمه خدعة وهو يعلمني خدعة، فإن شاء الله تعجبكم السناب الجاي. So now should I choose card or what? Okay. هذا الكارت يا جماعة، ثمانية الشرية. طيب Okay, now I'm gonna put it back. حطها في النص، يا سلام. بعد ما حطها سوى وطلع الورقة. Okay, and then حطها جوا الكرتون وطلع لي ورقة تانية. هذا الولد، هذا الحرامي، قام سرق الورقة وطلع ورقة الثمانية. أو يا سلام يا سلام، أوبا الحرامي اللي كان برا. يا عيني يا عيني، أستاذ ورئيس قسم، أستاذ ورئيس قسم. الحين انا هوريك تريك، خلينا نشوف، هو حيصور وانت تشوف التريك معايا، التريك حق الايل. اتفرج. نسوي زي نحط الايجت في جنب بعض، بعطيكم السناب ايش نسوي. وهذا كل الموضوع يكون سهل، هي لفه بسيطه. مفضله ما شاء الله ما شاء الله. لسه كنت بتكلم مع واحد، فبيقول لي انت من السعوديه؟ قلت له ايوه. واحد امريكي هو، يعني جالس هنا دوبه مشي. فبيقول لي شوف، انا دوبه قاعد اقرا في النيوز، لسه كان بيقرا في الاخبار، بيقول لي انه قبضوا على واحده في السعوديه عشان كانت لابسه تنوره قصيره. هو كان جالس معايا والجيرفريند حقته خويته، يعني جالسه معاه. فقلت له انا صراحه ما بتكلم في الموضوع ده عشان اخاف ازعل خويتك والجيرفريند حقته، لانه هي جالسه ولابسه شورت، يعني اكثر من شورت، يعني شورت مره جدا قصير، اكثر من التنوره حتى اللي انقبضت عليها في السعوديه. فقال لي لا لا عادي ما عندك مشكله، وهي قاعده تقول لا لا عادي. انا قلت لها انا مو قصدي شيء يعني، بس تبغوني ارد ما عندي مشكله. فقلت له انا عارف انك انت ما تؤمن باي ديانه، يعني هو اثيست ما له ديانه، فعارف انك ما تقتنع لو كلمتك انا بالدين. فخلينا ايش نتكلم بالمنطق. اول شيء خلينا نشوف هل هذا الشيء غلط ولا صح، ولو غلط معناته اللي صار فيها صح. قلت له اول شيء البشريه زمان مره، لو بطريقه تفكيرك انت اللي هم رجال الكهف وزي كذا، ما كانوا اصلا يلبسوا ملابس، كانوا قريب من انهم كاد يكونوا حيوانات، وفي معتقدك انت اصلا كانوا حيوانات. ولما بداوا يتطوروا صاروا يغطوا نفسهم وصاروا يلبسوا. فمعناته انه الانسان كل ما بيتطور كل ما بيعرف انه هو لازم اصلا يغطي نفسه وشيء زي كذا، لانه هذا تساعد عامل من عوامل التطور. ولما تكون الوحده مقلله من لبسها او لابسه قصير او ما هي متحشمه، اللي بيصير بتصير عده مشاكل. زي مثلا لو كانت ما هي متحشمه يعني، وكانت هي ام او زوجه او شيء زي كذا، تاثر على اهلها زوج، بحيث انه لما الناس يطلوا فيها ويشوفوا اوه مدري ايش وزي زي كذا، يصير الزوج او الاخ او الاب يصير عنده نوع من الغيره البطاله المكروهه، مو الغيره الحسنه، الغيره المكروهه. وهذا الشيء ياثر عليهم ويسبب البغيضه والتعاسه. هذا واحد عامل. طبعا العامل الاخر، الناس اللي بيطلوا اصلا في هذا الشخص وما بيسووا له شيء، بيولد عندهم الفوران ويخليهم يفكروا تفكير منحرف شويه، مما يؤدي الى اشياء اكثر في المستقبل. طبعا انا بس قلت لك عاملين، وهو في عوامل اخرى كثير. فمن هذا المنطلق عشان كده الناس لما بداوا يتطوروا عرفوا انه هذا الشيء غلط، فصاروا يوقفوه. وصار اصلا هذا عامل من عوامل التطور، يعني لما الناس صاروا يبعدوا عن الشيء هذا صار اصلا انتاجيتهم اكثر وثقافتهم اكثر، لانهم شالوا هذا الدستراكشن عنه، صار ما في شيء يشغل تفكيرهم، وصاروا يفكروا في الاشياء اللي مفيده للبشريه. فعشان كذا هذا الشيء مستحب. وعشان كذا لو تلاحظ ان في الثلاثه الاديان السماويه، يعني مو بس في الاسلام، كلهم اقروا انه الحرمه لازم تغطي راسها، ولدرجه انه في
دين النصارى في الكتاب حقهم في الإنجيل لو تقرأ، حتى لو مكتوب عندهم إنه الحرمة اللي ما تغطي رأسها لازم تحلق شعرها أصلع إذا بدها إنها تمشي من غير حجاب أو كفر أو غطاء. وقلت له طبعا لا تحسب إنه هذا يعني بس الشرطة هي كده تمسك وزي كده، في الغالب إنه المجتمع اللي حواليها شاف واستنكر الشيء هذا فهم اللي بلغوا، يعني هو شيء مستنكر من المجتمع أصلا، يعني الشرطة مو بس مو من نفسها كده، المجتمع رافض إنه يكون في شيء زي كده غلط. فهو رد يعني قال لي أوه أنا شايف أنت كيف بتفكر، فهمت يعني وصلت الفكرة، وهي استحت على نفسها وصرفوا نفسهم وأخذ بعضهم. الكلام يرجع تاني للموضوع نفسه، لو جاتك فرصة والناس بيتكلموا عن بلدك أو دينك أو شيء زي كده حاول ترد ردك، وانتبه ردك لازم يكون بطريقة تفكير الشخص اللي قدامك، مو ردك بتفكيرك أنت. يعني هو ما كان عنده دين فلازم كنت ترد عليه رد بالمنطق.